السلام عليكم احبابي مبروك عيدكم ومبروك عواشركم مرحبا بكم في فيديو ليلة العيد ونهار العيد اشنو غندير السلام عليكم ورحمه <سلام عليكم> الله حبيبتي اليوم كما غتشوفوا معايا ليلة ديال العيد انا الليله اللي قبل من هذه درت حمام مغربي اصيل لله درت فيه وزيم والطقوس ديالو هنا من سمعنا الغد اللي العيد فدرت تدويشه خفيفه رغم انني درت واحد تخمينه خفيفه للدار والتوجات تعرفوا انا فرحانه بالعيد والحمدلله لله أه نتمنى يجي العيد ان شاء الله بالصحه والسلامه ويرفع علينا هذا الوباء ويرحمنا يا ربي ارحم الرحيمين اول حاجه البنات هذا لو جيل خطير ديال لو او ميم ديال الوجه ديجا بارطاجيت معكم الزرق كنديرو على طول العام مي هذا في هذه الفتره ديال الربيع انني خصني نديرو لان كنعرفوا لابو ديالنا كتبدل وبزاف الفج فهو البنات مزيان زوين بزاف صدقوني كيخلي لك لابو ديالك بحال البيبي كتولى رطبه وهذا تا هو اللي غندير هذا الكوماج لوجهي ديال الورفيرا او ديال الصبار اللي زوين طيب كيزير البنات بزاف مرطب كيزيل او ميم طون كيبيض ما غاليش بزاف هذا داير شي 50 درهم البنات فغنعطيكم اشياء اليوم ان شاء الله اللي بمواد طبيعيه والمواد اللي هكا فانا ديجا دايره قبل الكوماج واحد اخر واليوم غندير هذا دي ديال الصبار حتى هو كيعطي لو ديالو زوين وهذا تقدري ديريه من وراه ديري ماكياج كيبان وجهك فيه نضاره وزوين وهذا يا البنات خطير حتى هو هذا يلاه بديت كنستعملو هاد كوماج ديال الاوريفلام ودابا سي ان برومو ديال الرجلين واليدين ام فوا كتحطيه على لابو ديالك او الرجيله ديالك ف كتبان لكم النتيجه وكيعطيكم واحد واحد الرطوبيه غادي نبارطاجيها معكم واي حاجه غنديرها فانا معكم غنرجع معكم روتينات ديال العنايه هنا كي كتشوفوا حبيباتي جاتني بزاف البنات طلبوني انني بارطاجي معاهم الشامبوان ديالي فانا كنستعمل هذا البنات جرجوبه الصراحه من نهار اللي وليت كنديرو اصلا مع ديك الماء ديال المقطر ديال الجرجير يعني كينوض ليا الشعر يعني الخلفه كيعوضها ليا معرضها وهذا زوين البنات لاكام كلها خيرها اباز دو ارغان زوينه بزاف وكتعرفوا جورجوبا خطيره وكتيدم الشعر وكتعطي واحد اللمعان واحد لابغيونس يعني انا تبعته تقريبا هذي مده عام والصراحه ما قدرش نفرقه زوين عندي حتى هاد حتى هي ديالو تابعه لي هاد ويل, ويل دو ويل دو ارغان كندهن بالي بونش ولي غاسين ملي كنخرج ضروري من الحمام ومن وراها مباشره شعري باقي فازك كندير ليه غتشوفوا معايا زيت الكوك البنات ضروري شعركم اللي كيكون ساد يستحسن زيت الكوك كديروه في لا بيريود اللي كيكون شعركم ساد ماشي تا كينشف لا كديروه قبل وهنا البنات بعد ما ساليت من الدوش وساليت من شعري انا مباشره غندوزنا نعتني بالاظافر ديالي دي ديال رجليا وديال ديال ايديا غادي ندير ليهم كور حكم انني في حنا في حجر صحي وهاد العكر الفاسيلي البنات سي اوريجينال مزيان غادي نوريكم شنو غندير به هذا بانسابو يعني عندي المطري وهذا الماسك هو اللي خطير والسحري اللي صدقوني اللي شاف وجهي كيقول لي واش دير ليه مكياج انا والله ما كندير ليه مكياج خصوصا دابا حنا في في الدار وهذا وخا اليوم من المناسبه بقات لابو ديالي بحال لبابي واللي شافني سبحان الله كيعطي واحد البياض وما شاء الله كيعطي واحد النتيجه رائعه رائعه البنات وهو عندنا الروز كما غتشوفوا معايا عندي معلقه ديال الروز ومعلقه ديال النشا وكناخد الماء ديال الروز يعني شنو اللي ما بغاش يدير الماء ديال الروز تقدر دير الماء ورد كتاخذي الروز عادي كي اي روز كتغليه واحد خمسة دقائق كيطلق لك الماء ديالو كتسولي كتسقي به كيعطي واحد النضاره صدقوني وغادي تاخذ هذه وصفه كوريه كيديروها الكوريات وحكم اني كنت خدامه معاهم مع جابونيات فاي وصفه ديالهم كيديروا الروز يعني كياكلوه كي كيديروا لوجههم كيديروا بزاف الحوايج غندير يعني اليديا والوجهي وترجليكم والرقبة ديالكم وكتخلي واحد نصف ساعة وصدقوني مباشرة تعطيكم النتيجة هنا كما كتشوفوا معايا حبيباتي بعد ما انني درت بيديكور ومانيكور رجليا يعني نقيت رجليا وحيت الاظافر وحيت الزوائد فهاد المقطع انني ماوريتوش لكم آه، عندي لي فيديو ان شاء الله خاص بالنسبه للبنات هنا العنايه كلها طلبوني بعض المتتبعات على الخاص وانا قلت لهم لي غنديرها ليله العيد فهنا كان كنبارطاجي علاش لا حنا للشهر كامل وحنا كنضربوا في التماره وعباده فعلاش اليوم نهار كبير عند الله ان شاء الله كنبغي نفرحوا براسنا ونكونوا عروسات ونديروا اشياء اللي ساهله في الدار آه، تبرعي راجلك وتبرعي وليداتك وتحسي بواحد الجو واخا حنا دابا في حجر صحي يعني ما نعيشوش داك التوتر نحاولوا نساو ونبقاو في ديارنا في ديورنا هي اهم حاجه هنا كي كتشوفوا انا تفراني لقيتهم نقيين رغم انني كنستعمل جافيل وبزاف الحوايج وعندي لي غون ما كنخدمش بهم هنا مباشره ملي ندير لي ملان اللي محكيتهم كندير هذيك لو بانس وغندير لهم الكريم واللي ما عندهاش الكريم دير غير الزيتون حتى هو كنديرو كيقصح الدفران بلا ثومه هناك كي كتشوفوا حبيباتي هنا بعد ما غسلت رجليا مزيان وانها نقيه ودرت لها الكوماج ديالها هنا الحليب هو ديال الرجلين اختاروا اي واحد كتبغيو البنات وتختاروا في هذه الوصفه مهمه هو العكر الفاسي فغنعطيكم بزاف الاشياء بالعكر الفاسي كندير الصابون وتخليها فنانه مزروبه واصلا رجليا نقيه ومحكوكين وكل شيء كي ندير هذه باش ديك الحموريه الطبيعيه كت نخلطهم جيدا وكنديرهم وكندير تقاشر وكنبات بهم الليل كامل حتى الصباح وهناك كتشوفوا معايا صباح بكري يا البنات كي كتشوفوا خلط الخلط ديالي وغنديروا اليد ديالو الوجه ديالي وغنوريكم النتيجه ديالو نخليه نص ساعه ونغسلو هي النتيجه ديال الماسك ماسك ديالنا فدابا غنمشيو نحضروا الفطور ديالنا ديال العيد كتشوفوا البنات صباح هذا ديال العيد اول نط درت اول حاجه كيكه للزوج يوميا بالكركاع اللي كتجي ناقصه مسكر وكتجي رائعه وجنت المسمن في العجانة حوكم باش نربح الوقت وبإيديا غادي نعجن لبط فأنا خدامة في ثلاثة الحوايج في دقة وحكم أننا كنا الحلوة فغن كلشي كل شيء إن شاء الله لأن المرأة كما كتعتني براسها وكتعتني بكوزينتها فخاصة تكون تكون امرأة آه ونص تكون كما كنقولوا لا, لا وحادقة هنا الكيكة البنات كتجي رائعة رائعة البنات وكتجي بالقرقع فأنا وجدتها غادي ندخلها نطيب وانتم معايا اللي راني خدامه في العجينه وديال التكبير ديال العيد تكبيرات العيد العجينه ديالي بالطبوط كتجي رخويه لان كنخمر فيها الخميره وهنا قرصت العجينه ديالي ديال المسمن وخدامه راك تبغي نبارطاجي معكم هذا المقطع بالصوت باش تسمعوا التكبيرات ديال العيد ولكن حكم ما قدرتش ما عندهم حقوق الطبع فهنايا خدامه والجو زوين وانت كتكبري كما كتشوفوا حبايبي مسمى الكتاب والبطبط كتاب وهنا خدامه باش نوجد ديك الطويبله الزوينه هناك كاملين ساليس يعني باش كنحط في الطويبله ديالي وضروري كنبخرها برائحه العود كتعطي واحد الريحه رائعه وميم طون وريحة العود رائعه في الدار مع رائحة البخور هذه الطويبلة اللي وجدت معاكم يعني البطبوط والمسمن والحليب واللي دابا هنا غنمشي نفيق الوليدات باش نفطرهم مجموعين وهنا البنات جيت نجبت كيكه وهي خبطتها مع الارض ولكن جات رائعه في المطبخ كتشوفوا حبيباتي خرجنا من الجو ديال الدار فكره ديال الزوج ان باش نبدلو الجو الدراري ما مي... ما يحسوش بالقنط واننا مولفين كنمشيو مع العائله فهنا علاش لا يعني اي مراه تقدر تخلق جو في دارها او للزوج ديالها كيديروا فكره وهنا طلعنا للسطح حنا بالنسبه لنا ساكنين في لي يعني طلعنا للسطح وبركنا بحال هكايا واحد الجو عائلي وزوين وعلاش لا يعني كتعطي افكار كتكون زوينه درت اليوم كتكتب الخضر على حساب الدراري والتفايه وهكا نشطنا ودوزنا واحد الجو زو زوين وصراحه حسينا براسنا بقينا حتى الغروب واحد المنظر رائع وحسينا براسنا بحال خرجنا للزنقه وجينا لان هذا الحجر الصحي اول مره كندوزوه كنتمنى الله يرفع علينا هذا البلاء ونرجعوا نجمعوا كاملين يا ربي امين وبصحه غداواتكم كي كتشوفوا سالينا الغداء هبطنا كان يعني واحد الجو رائع مع الغروب هنا السيجاد بغار بوب كورن وحاولنا نديرو يعني ما غنتشاوش غندير غير الكوتي خدينا حليوه واتاي من هنا يا سلام على الكبه المغربيه بالرزه وانا الصراحه من هذا الفيديو فيديو وبغيت نقول للمراه المغربيه آه تقدي ديري بزاف الاشياء وتعتني براسك وتعتني بوليداتك وبالزوج ديالك وت وتخلقي واحد الجو اللي زوين حنا في الحجر الصحي ما نعيشوش واحد الجو اللي هنا كنقول لك لا 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 نوضي وقادي راسك وفرحي وليداتك وفرحي راسك حتى انت خاصك تفرحي راسك باش تعطي طاقه ايجابيه لوليداتك ولزوج ديالك أه نتمنى إذا عجبكم لا فيديو أه تخليو لي تعليق وان شاء الله غادي ندير لكم روتينات ان شاء الله طالب بزاف المتتبعات وغندير لكم ماسكات لي خطيرين طبيعيين ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم واللايكات وبارطاجيو مع وحبابكم والى اللقاء احبكم في الله والى فيديو قادم بحول الله